هلو، اتمنى لكم يوم جميل. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض قطعه سهله جدا لاجواء الشتاء، ولكن هي مربكه شويه. شكلها هيوضح. كروشيه تونسي، تريكو، يلا بينا نعرف. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض ايس كاب او طاقيه بالكروشيه التونسي، ولكن نتيجتها والشكل الرخو اللي هتكون فيها الغرزه هتديني ايحاء ان هي تريكو. ايه ده؟ ازاي؟ نوع الخيط، الملمس، طريقة الشغل هي اللي هتعمل لي الحركة دي. فيلا بينا نبدأ. هنشتغل مع بعض بالغرزة العدلة التانية، مش الاولى طبعا. الغرزة العدلة الاولى ده شكلها، الغرزة العدلة التانية ده شكلها. يلا بينا نبدأ. هنعمل عدد من السلاسل، ممكن نعمل 58 سلسلة او اكتر. من المفروض ان انا اخد من ظهر السلسلة واسحب. الناس اللي بتسأل فين ظهر السلسلة، ده ظهر السلسلة، وش السلسلة يا جماعة اهو. فأنا باخد من الظهر كده وبسحب. فين الظهر كمان مرة اهو، بتلاقيه بارز كده، لكن وش السلسلة اهو. تمام، باخد على الإبرة وبسحب. ده أول صف في الكروشيه التونسي. في دروس تعليم التونسي هتلاقوا تفاصيل أكتر عن الادوات، طريقه مسكه الابره، ازاي بنشتغل اول صف، ارتفع سلسله وبسحب كل اتنين مع بعض. اوكي، بعدين بدخل كاني هعمل غرزه عدله، مش هسحب بالطريقه التقليديه. بدخل في نص السلسله عادي كده واسحب، مش هعمل كده. تمام، لا كده، ادي السلسله كلها في النص كده، وطبعا بروح على الفراغ، شايفين اللفه دي مهمه، واسحب السلسله الجانبيه. طبعا باخد اتنين لان ده ايس كاب، وهحتاج التقفيل والحواف النظيفة دي في الايس كاب تحديدا. بعدين ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. نفس الطريقة في نص السلسلة، اعمل كده واسحب. استخدمت في الايس كاب ده ابرة رقم 4، وطلع معايا النسيج اللي هتشوفوه بعد شوية. تمام اهو، مهم قوي، لان هو ده اللي هيكون لي الاضلاع كانها كده ايه، كانها غرزة ترب، مش كانها غرزة عدلة. ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. ترى زي ما انتم شايفين الغرزة بتاعتي بقت عاملة ازاي، وده المميز فيها ان هي بتكون شبيهة قوي بالرب، ولكن هي مش رب. وفي الوقت نفسه كمان الاعمده بتاعتها بتكون بارزه قوي كده. انا قصدت ان انا اشتغلها لكم بابره ضخمه، انا معايا ابره رقم 6، قصدت ان انا اشتغل لكم بيها على اساس تحسوا بالفرق. طبعا اشتغلت الكوفيه الايس كاب بتاعي بابره رقم 4، ولكن بصوا النتيجه، نتيجه تحفه قوي. يعني حتى في اللي هي واسعه كده بتبان الاضلاع، واللي بيخلي الشغل بارز بالاسلوب ده ان انا لما باجي ادخل اعمل غرزه عدله وبلف كده وبسحب، بخلي الغرزة بتاعتي مفتوحة زي ما انتوا شايفين كده. فالغرزة مش بتكون تويستد زي الغرزة العدلة العادية. بصوا الغرزة العدلة العادية في الصورة زي ما انتوا شايفين هتلاقوا السنبولة جاية كده، جاية عاملة زي الاكس من تحت، ولكن هنا مش بتيجي عاملة زي الاكس، لو ملاحظين بتطلع واحدة من التانية. فهو ده اللي بيخليها تدي منظر الاضلاع البارز قوي ده. ولما بصغر الابرة الفوارق اللي انتوا شايفينها دي بتبتدي تضيق كده، فبتديني اضلاع بارزه قوي وبتكون مميزه، وده اللي خلالي الشكل بتاعي شبه التريكو. وفي الوقت نفسه كمان الخيط اصلا مناسب اكتر للتريكو عن الكروشيه، فاداني برضو الطريقه دي. ولكن انصحكم ان انتوا ما تستخدموهوش، استخدموا انواع تانية. انا دلوقتي مثلا معايا اليزا، ده نوع قديم قوي مش فاكره بصراحه اسمه، ولكن هو الخيط ده معاد. يعني شوفوا شكله كده
بس هو مستعمل، فاستخدموا حاجة كويسة عشان الايس كاب بياخد يعني تعب ومجهود، وفي الوقت نفسه بيتلبس كتير وبيتبهدل، يعني بترمي في اي حتة، بتحط في شنطتي، مش عارف ايه، فده كله بيخلي الايس كاب بيحتاج خيط يكون نضيف قوي ومميز. الجانب لازم اخد الاتنين اسحب، لازم ارتفع سلسلة، ودي برتفعها في كل صف عشان الناس اللي بتسأل، كل صف برتفع من هنا، مليش اي علاقة بهنا. اغلب الغرز مش برتفع من قدام، برتفع بس من نهاية الصف، فالناس اللي شوية مختلط عليها الامور بسبب ان ده كروشيه تونسي وده كروشيه عادي، وفي الكروشيه العادي لازم نرتفع مثلا سلسلة في بداية الصف، لا هنا العكس، لازم نرتفع سلسلة في نهاية الصف، وده لسبب بسيط. لما باجي دلوقتي اسحب كده كل اتنين مع بعض، اهو السلسلة اللي انت ارتفعتيها هي اللي بتعملك التربيعة اللي هي في الغرزة دي، هتبان اكتر دلوقتي، اهو شفتيها. وبس هو ده توتوريال الغرزة، ويلا بينا بقى نشوف شكل الايس كاب. مش هنشتغل فيه خلاص، لا هنقفل على طول. وطبعا هستخدم معاكم الخيط ده، خيط كرطبة، ودي تفاصيله. طبعا ما انصحكوش ان انتوا تستخدموه لو كنتوا هتعملوه تريكو، لان هو الخيط شوية رخو بالزيادة، مش هتستفيدوا منه بسهولة. يعني انا عملته تريكو في بطانية شغالة فيها، وعملاه على فتلتين على اساس ان هو يكون يعني متين وسميك، وفعليا مديني نتيجة تحفة بجد. فعليا البطانية دي هتبقى من نوع الغالي جدا، بس مميز وشكله حلو. فلو هتستخدموه استخدموه تريكو، متستخدموش كروشيه تونسي او كروشيه عادي، لانه رخو بزياده وبيحتاج مجهود، وفي الوقت نفسه بيمط تحت ايدك وانت شغاله. فالافضل ان انت تشتغلي تريكو، واشتغلي غرز اللي هي زي كده، غرز رب، غرز مثلا عدله، وادمجي الفتله بتاعته مع ابره تكون حجمها صغير، هيطلع تحفه فنيه. ترى زي ما انتوا شايفين شكل الايس كاب عامل ازاي. تعالوا نشوف العرض بتاعه قد ايه تحديدا. بصوا انا وصلته لحد ما بقى 52 سنتي، ده لما يجي يتقفل كده هيبقى زي ما انتوا عارفين هينقص طبعا. والطول بتاعه قبل ما اقفل وقبل ما اعمل البليسيه وقبل اي حاجة حوالي 24 سنتي، وهو اصلا يعني الخامة زي ما انتوا عارفين بتمط، بس انا حابة يكون واسع، فاهميني. دلوقتي هنيجي نقفل مع بعض، وعشان نقفل هنستخدم اكيد نوع ابرة التنظيف دي او الانواع دي، شايفين الفرق، يا دي يا دي. وزي ما انتوا شايفين دي مش هتفتح معانا الغرز شويه، لكن دي بلاش نهائي، بالذات للغرزه دي تحديدا، لان هي هتفتح معاكي الغرز زي ما انتوا شايفه هي عامله ازاي. الجزء ده هو اللي هيفتح معايا الغرز، فياريت ياريت بلاش منها. دي بتيجي باشكال كتيره وتقدري تستخدميها بسهوله. انا هستخدم دي وهسيب القطعه دي زي ما هي بالظبط، مش هعمل فيها اي حاجه، لان دي انا هشتغل بيها البليسيه، والبليسيه بتاعنا النهارده هيكون تريكو. وطبعا من الاحسن والافضل ان انتوا تبداوا بيه بديل ان انتوا تنهوا بيه، يعني الافضل ان انا ابدا البليسيه بتاعه تريكو بعدين اشتغل دي، هتكون احلى بكتير وشكلها اشيك، وهتعرفوا بعدين ليه. طبعا عشان اقفل هجيب حته من نفس الخيط وهبتدي ان انا اشتغل بيها. طبعا انا مش محتاجه ادمج الخيط او كلام من ده خالص، ولو سايبه هنا حته كان هتفرق معايا، اول مره هدخل وارجع تاني كده انا عملت عقده، تمام كده خلاص. لو جيت شديت الخيط هيتشد معايا اه، بس هيكون ايه، مش اوفر قوي في ان انا اشده يعني. بعدين هدخل هنا، وبعدين هبتدي بقى اثبت كل حاجة مع بعضها واجمع الايس كاب بتاعي. وزي ما احنا عارفين بمسك بالطريقة المريحة ليا انا، وبدخل واطلع بالطريقة دي. وتعالوا بصوا على الابرة الفاتحة اهو، انا بدخل وبطلع، تمام. بدخل منين وبطلع منين؟ بدخل من طرف السلسلة اللي تحت وبطلع من طرف السلسلة اللي فوق، تمام. وطبعا داخلي مش خارجي، لو انت حباها خارجي مفيش اي مشكلة ومش هتأثر معانا في اي حاجة. بدخل وبطلع، بعمل ايه من الخيط ده بالخيط واروح شدة، وارجع من هنا برضو واحدة قديمة وواحدة جديدة. دي الخلاصة. زي ما انتوا شايفين طريقة التقفيل مش مقصرة خالص بالنسبة للايس كاب، قفلت كل حاجة ومش باين منها اي تفاصيل مزعجة، وهي هي نفس طريقة تقفيل الايس كاب ده. فلو حاسين ان اللون غامق روحوا على هناك هتعرفوا كل التفاصيل بتاعة التقفيل. خلص التقفيل بتاع الايس كاب ده وننتقل مع بعض للمرحلة الجاية.
ترى زي ما انتم شايفين طريقة التقفيل ده شكلها بعد ما اتقفلت، واظن ان هي مش باينة، وعلى فكرة مش محتاجة ارجع عليها تاني زي ما عملت في الايس كاب ده، لان هي كده يعني مش محتاجة في نظري، فاهميني؟ وبعدين الغرزة غرزة عدلة، فمختلفة خالص عن غرز النسيج. زي ما انتم شايفين الاضلاع شكلها تحفة كغرزة، ونوع الايس كاب ده زي ما انتم شايفين عريض شوية، لانه هو من انواع الايس كابات اللي هي المريحة، اللي هي مش بتشد على الشعر او الدماغ، هي بس حاجة كده تدفية وبتدخل وتطلع بسهولة جدا وبيكون واسع. فانتوا لو مش حابينه واسع قللوا، لان ده مثلا عرضه حوالي 25-26 سنتي بعد ما تقفل، فاهمني؟ فهو مش كبير قوي طبعا، يعني ايس كاب يناسبني ليا انا، فهو للكبار. لو اطفال طبعا انت هتقللي المقاس زي ما انت عايزة بالظبط. هنبتدي مع بعض نشتغل بإبر التريكو. ايه ده، هندخل تاني في التريكو مع الكروشيه التونسي وده كده زهق؟ لا مش زهق ولا حاجة، عاوزين تشتغلوا البليسيه بالشكل العادي خالص، مش هيأثر على الشكل نهائي ولا هيزعل ولا اي حاجة خالص، ولكن هتطولي شوية عن المقاس ده عشان طبعا هيكون صغير بالنسبة لحجم الراس. انا هكبر البليسيه وطبعا مش هيكون مزعج بالنسبه لي. هعمله ازاي؟ هعمله زي الايس كاب اللي انتوا شايفينه ده. كل اللي انا هعمله ان انا هروح على السلاسل اللي انا سبتها، هطلع بابرتي كاني شغاله غرزه عدله كل الغرز، وطبعا بطريقه الغرزه العدله التانيه، وهبتدي اطلع منهم لو انا مش معايا الابره وادخل في الغرز الجديده اهو. طبعا كل الايس كاب الراوند ده كله هبتدي ادخله على الابره دي، واتاكد ان الاعداد اعداد زوجيه، لان هعمل البليسيه مزدوج. اخلصهم وارجع لكم مره تانيه. قبل ما اقول شغل بقى في اي حاجه من الحاجات دي، لازم اعد كل الغرز اللي احنا شايفينها دي، واعرف اذا كان الغرز نفسها مناسبه كعدد بالنسبه ان انا هعمل بليسيه مزدوج للايس كاب ده او لا، عشان لو محتاجة غرزة او اتنين ازودهم يبقى انا لسه قدامي ان انا اعمل اي حركة تخليني اخد غرز زيادة. اوكي، اعدهم وارجع لكم مرة تانية. زودت سلسلتين كمان عشان العدد معايا يكون متساوي، وطبعا مش بعد عدد كامل، بعد بس اعرف اذا كان ده اتنين عدل اتنين مقلوب. عشان ابتدي هنا باتنين عدل مش هينفع ينتهي باتنين عدل، لازم ينتهي باتنين مقلوب عشان البليسيه طبعا دائري، فمش هينفع ان انا اتجاوز اي حاجه من الشغل. كل اللي هعمله بقى باسلوب الدايره السحريه اللي شفتوه في فيديوهات سابقه في التريكو. هسحب شويه كده، لان طبعا دي مش ابره ايس كاب، دي ابره مناسبه مثلا ان هي تكون لبطانيه او لحاجه ضخمه، وهريح الشغل بتاعي كده وهبتدي اشتغل اول حاجه تريكو بالنسبة للايس كاب. هدخل طبعا كده نسحب، دول اتنين عدل، بعدها اتنين مقلوب. طبعا تقدري تعملي بليسيه عادي اللي يعجبك، ولكن انا حبيت ان انا اعملها تريكو. شايفين هي طبعا مش هتبرز حالا، لان احنا لما جينا خدنا السلاسل دي على الابره اخدناها بطريقه الغرزه، فهي تحسوا ان هي مدفونه كده معاها، فمش تكون بارزه قوي. ولكن زي ما انتم شايفين اللي بارز قوي معايا هو شكل الغرزه المقلوبه، باين كده كحاجات كده طالعه قدام، وهو ده اللي بيعرفني اذا كنت انا الجزء اللي هبتديه بعد كده مقلوب او عدل. وهبتدي ان انا اخلص الايس كاب ده في البليسيه تماما. ترى زي ما انتم شايفين شكلها بقى عامل ازاي، شكلها كيوت حلو قوي. وكل الحكايه زي ما شفتوا في التريكو الدائري لدرس التوتوريال، كنت بعمل بشوف كده السلك بتاعي من اي ناحيه واسحب السلك اللي انا هشتغل عليه اهو، بعدين ابتدي اشتغل. بعد المرحله دي يلا بينا نقفل. هنعمل ايه؟ طبعا بقفل بطريقه الغرزه، فبعمل غرزه مقلوبه اهو، بعدين باخد الخيط انزله كده، انا قفلت غرزه، ارجع الخيط تاني لقدام، وبعدين انزل الغرزه اللي قبلها. طبعا انا اشتغلت على فتلتين. ايه السبب بقى ان انا اشتغلت على فتلتين؟
بصوا السمك هنا كان يدوب معادل الجزء ده اللي احنا عملناه، ولذلك اشتغلت على فتلتين، ولكن ساعة التقفيل هبتدي اشتغل على فتلة واحدة، طبعا مش تقفيل الجزء ده ولكن تقفيل ظهر او اواخر الايس كات. شايفين بيبقى معايا اتنين اهو، بروح علق قبلها، تمام، الخيط اهو مشدود، واطلع دي برا بتقفل لوحدها، واخد بقى دي من دي، غرزة عادية تماما اهو عملتها، بعدين اعمل دي اطلعها واحتفظ باللي هي قبلها. طول البلاسيه ده حوالي 10 سنتي، وانا بحب ابالغ شوية في البلاسيه عشان الحركة دي. طبعا قررت ان انا اعملها بالشكل الدائري العادي، فباخد دلوقتي حاجات على الابرة عشان هعمل غرزة عدلة بفتلة واحدة مش فتلتين. هنا انا اشتغلت فتلتين عشان يوازي السمك بتاع ده، هنا هعمل فتلة واحدة عشان القفل بتاع الايس كاب يكون خفيف خالص. طبعا تقدر ان انت تتجاوزي المرحلة دي او تخليها زي ما انا هعمل كده، هما كلهم صفين مش هنكتر عن كده. طبعا شايفين المرة دي مش بعمل بالابرة العادية، بس بعمل بابرة التريكو، بدخل في الغرزة الخيط اهو عشان يلف معايا، بحط صباعي هنا اسرع وارحم شوية من فكرة انه الابرة اخد من دي واحط على دي وكلام من ده يعني. فاللي يحب ينفذ دي او دي الاثنين صح. بعد ما اخدت الجزء ده ابتديت ان انا اشتغل عليه غرزة عدلة. ازاي؟ بدخل في السلسلة كده، الخيط اهو، الف على الابرة اللي تحت زي ما انتوا شايفين كده، اطلع بالخيط وانزله من على الابرة الشمال، ادخل كده اخد الخيط الفه على الابرة اللي تحت، اطلع بالابرة اللي تحت واروح زيحة الخيط اللي على الابرة الشمال. هنبتدي نقفل مع بعض. هنقفل ازاي؟ مش هنقفل الصف الاول، لا مش هنقفل الصف الاول لان احنا مش محتاجين نقفله. كل اللي انا هعمله هاخد الخيط اللي على الابرة بالشكل ده كده، اخر حاجة كده حررنا ابرتنا تماما. اصلا انا ما اشتغلتش غير صفين اتنين بس، وبعدين ابتديت ان انا اقفل. لو انت عندك الايس كاب بتاعك قصير شوية فانت هتعملي الموضوع ده اكتر من صفين. شايفين؟ على فكرة بتكون اسهل في التقفيل لسبب انه الجزء ده رخو والجزء ده طبعا بيكون سميك، فبتسهل عليكي التقفيل. زي ما انت شايفه مفيش اي حتى فتحه ولو صغنونه خالص، عشان الجزء ده بيكون محكم بالمنظر ده. وهاخد دي مع دي كده واروح ربطها. طبعا الايس كاب ده طويل مش قصير، اوكي، طبعا شبه الكم شويه ولكن مقفول، بس هو اهو. وبعدين لو حصل يعني وفي فتحه هنا وده مش موجوده يعني ضخمه قوي، همسك واقفل من هنا لهنا، اوكي. انا كل اللي انا هعمله ان انا هدخل الخيط لجوه واسحبه واشوف شكل الايس كاب بتاعي، ايس كاب متوافق مع الكوفيه، نفس الغرزه نفس الشكل، ولكن كروشيه تونسي مع تريكو. دلوقتي هروح اجيب له كره البونبون
واثبتها معاكم، وبكده نكون خلصنا النهارده. زي ما انتم شايفين هي دي اللي انا هستخدمها للايس كاب بتاعي، وبابره التنظيف هبتدي اثبتها. زي ما انتم شايفين شكلها كيوت، ظريفه قوي وسهله جدا. تقدروا تعملوها باي غرزه تحبوها. زي ما انتم شايفين بعد تثبيت كره البونبون ده شكلها، شكلها ظريفه قوي، ودي على وجه واحد مش على الوجهين زيها زي الايس كاب السابق، هي وجه واحد فقط لان هي كروشيه تونسي عادي وكانت مفتوحه زي ما انتم عارفين. زي ما انتم شايفين شكل البلاسيه تريكو شكله شيك قوي متوافق مع الايس كاب بتاعي. تقدري تعملي الجزء ده باي شكل انت تحبيه، سواء الشكل اللي هو جاي زي البلس كده، او ان هو يكون مضموم على بعضه زي ما انتم شايفين. كده فيديو النهارده يكون خلص، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وكارديجان الشتاء ان شاء الله ممكن انزل لكم حاجات صغيره في النص على اساس يعني نملى الفراغ قبل ما المونتاج بتاعه يخلص. تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعه. مع السلامه، باي.